في زمن الكورونا حرب على الكمامات وتسابق على أجهزة التنفس وتقارب ثم تنافر وتنافس على الدواء واللقاح المناسب. كورونا فيروس حصد أكثر من 100,000 شخص وكشف عورات وعيوب الإنسانية، كشف عيوب المنظومة الصحية العالمية. الكل يلهث وراء الدواء، بعضهم ارتجل الموجود والآخر استسلم لحرب المخابر. تغلبت السياسة على الإنسانية ونسفت الدبلوماسية الأعراف والمواثيق الدولية لتسيير الأزمة وفق منطق استعراض العضلات، فحولت الطائرات بأضعاف السعر. دبلوماسية كورونا أسست لمنطق نفسي نفسي، كشفت حقيقة خطابات الكبار الذين صالوا وجالوا وعادوا إلى كلوروكين، دواء بدولار واحد أنقذ الفقير قبل صفقة المخابر التي كانت تتوقع بيعه بالملايير.